كور كفته بالبطاطس وكور بطاطس بالكفته. هحتاج بطاطس مسلوقه وبعد كده مهروسه ومبشوره براحتك. هحتاج لحمه مفرومه، جبنه موزاريلا، جبنه بارميجان، صلصه طماطم، بصل متقطع صغير، ثوم، كزبره وبقدونس، روزماري فريش، زبده. هحتاج معلقه صغيره مستردة اللي هي الديجون الحب، وهحتاج في الاخر هقدمها مع مع مايونيز وكاتشب. عايزه اجيب ده الاول عشان نسخن. الزبده، بسم الله. عايزه ابعد دي بس عشان ده زيت. نحط البصل، بسم الله. اوكي، عندي البصل. نحط لحمه مفرومه، بسم الله. توم، الروزماري فريش، كزبرة وبقدونس تقريبا معلقة صغيرة معلقة صغيرة، ملح، فلفل اسود، كده اللحمه مفرومه خلاص. انا ممكن ابتدي اول حاجه، دي انا ممكن استعملها وهي سخنه. عايزه، بسم الله، حطيت اللحمه المفرومه. هحط عليها البطاطس، اغطيها بس انا مش عايزه احط كتير. احط الجبنه، ودخلها الفرن. خلاص كده تمام. عايزه اطلع تحفه. اللي عايزه اعمله دلوقتي، عايزه ازود بس ملعقة صغيرة دي، البطاطس الأول، حط جواها كفتة، بعدين حتة جبنة، وارجع اقفلها وبطاطس. يلا الزيت بس الاول. حلوة، بسم الله. وعايزه اقدمها احطها